إلى ذلك أدان محافظ كركوك راكان الجبوري الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا أنه بصفته محافظا ورئيسا للتحالف العربي في المحافظة يرى أن أي اعتراض على أي قضية يجب أن تسلك طريقا قانونيا ودستوريا، ولا يجوز التوجه نحو العنف والاغتيالات. ربما أكون كمحافظ أو كرئيس التحالف العربي في كركوك، إحنا أي عمل خارج الأطر القانونية ندين ونرفضه. العملية الديمقراطية لا تأتي منافية لقضايا الاغتيالات أو الاستهدافات. هناك قانون وهناك طرق قانونية للاعتراض على أي نتيجة، أما استخدام هذا الطريق إحنا مرفوض بالنسبة من قبلنا ومدان أيضا.